يسعد مساكم حبايب قلبي، طمنونا عن صحتكم، ان شاء الله بخير. مرحبا غوالي، شلونكم؟ طمنونا عنكم. اليوم سوينا مشبك، ان شاء الله طريقه ام يوسف اليوم تعجب حبايبنا. قبل ما نبلش بالفيديو بيقعدنا اعلان صغير، تابعوه معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الكرام. بدايه انا حابب اعرفكم عن حالي. أنا اسمي عصام، من سوريا، مقيم في برلين. طبعاً مهنتي هي التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي. عندي قناة على اليوتيوب برفع عليها بعض الفيديوهات اللي أنا بصورها، وحبيت شارككم هاي التجربة وعرفكم على قناتي. قناتي بتقدم عدة فيديوهات عامة، أشياء اللي أنا قمت فيها مثل عملية زراعة الشعر، ممكن مناطق أنا زرتها ببرلين، وإن شاء الله قريباً رح أرفع فيديوهات عن ألمانيا وبعدين عن أوروبا وإن شاء الله بعدين حول العالم بإذن الله تعالى. طبعاً ومن ضمن جروبي في معي عالمة أسماء بتحكي عن الأسماء ومعاني الأسماء وعن الشخصيات ومعالم الشخصيات وهي الأمور. شي فيديوهات تحمل على القناة هي مصورة بعدسة عربكم. بتمنى من الأخوة الكرام يشتركوا بهاي القناة ويفعلوا الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي بحمل على قناتي، وشكراً جزيلاً لكم. بنهاية الإعلان نتمنى منكم تدخلون قناة عربكم واتمنى منكم تدعمونه حبايب قلبي. إن شاء الله إن شاء الله طريقة اليوم يوسف للمشباك تعجب حبايب قلبنا، بس نتأمل منكم إنه كل الفيديو شغلة طبخ شغلاتي إنه تتابعونه للآخر مشان تعرفون أنتم تفاعلون معنا، وكرمال إنه تشوفون الوصفة للآخر حبايب قلبي. يلا لنشوف مغادير. هين عنا كاسة لبن، يعني خاتر لبن، يعني خاتر، تعرف شو لبن المروب؟ لا هذا خاتر. وعنا كاسة طحين، وعنا هين كاسة سميدة، سميد ناعم، بخشن وبناعم، هذا ناعم. وعنا هين كاسة زاد سميدة خشن، وعنا كاسة مي فاترة دافية يعني، وعنا نص كاسة زيت. ويلا حبايب قلبي لنبلش. وهنا عنا بيكنج بودر، خميرة الحلويات كلها تعرفها أكيد. يلا بدنا نبلش. هنا عنا السميدة خشنة، والسميدة ناعمة أنعم، وعنا الطحين، عنا كاسة اللبن، ونص كاسة الزيت. وما تواخذونا حبايب قلبي إذا بي يعني صوت مزعج أو شيء، لأن تعرفوا نحن بحارة شعبية والجيران ما شاء الله. وهنا عنا كاسة مي فاترة، كلهم بدنا نحطهم سوا. وهنا عنا البيكنج بودر، يعني تشيز بها تقريبا معلقة، معلقة وشوي، معلقة مبينة، بدنا نحطهم سوا. وإذا شفتوها شوي سميكة تقدروا تزيدونها نتفة مي فاترة مشان تطرى. إن شاء الله اليوم مشبك يعجب حبايب قلبنا يا رب. مبين عليها ما تحتاج أي شيء. هاي خليها شغلت ربع ساعة لعشر دقايق، نريحها لبين ما نسوي القطر ترتاح ونرجع لكم حبايب قلبي. ايه حبايب قلبي، هين بدنا نسوي القطر. قلنا كاستين سكر مع كاسة ونص مي. هالحجم شوفكم شلون، يا كاسة مي مع النص زاد، وكاسة السكر اول كاسة، وهاي ثاني كاسة. بدنا نحطهم على النار
وبس يستوي القطر شغلة 10 دقائق بدنا نحط عليه خاشوقة مي زهر، بس نطفي النار عليه يكون مستوي. بعد 10 دقائق نحط خاشوقة مي زهر. حبايب قلبي نشوفكم بالمرحلة الجاية. ايه حبايب قلبي، عنا هين هذا القالب بدنا نباشر عاد نعبيه. يلا نبلش نسوي المشبك. حبايب قلبي اكيد عندنا هنا الزيت مو مغلي خالص، تعرفين مشان ما يطعم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما بدنا نكبرها، بس لتاخذ لون شوي عشان نقدر نقلبها. حبايب قلبي ما تنسونا الاشتراك، تفعيل الجرس، تيجيكم كل شيء جديد من عائلة أم يوسف. حبايب قلبي إن شاء الله إن شاء الله كل محتوانا يعجب حبايب قلبنا يا رب. واللي عنده أي ملاحظة، اللي عنده أي شيء اكتب لنا بالتعليقات. شوف هالمنظر ما أحلى، غير شكل. هيك واحد يكبر يعني اللفة بناس تصغرها حسب عاد. هيا ستة البيت قولاتهم شلون بدها تسويها. بس لتاخذ لون لانه مقلاتنا صغيرة، بدنا نطول بالنا شوي شوي. اي حبايب قلبي شو رايكم هالمشبكات؟ غير شكل. يلا خلينا نسطر من الزيت بعدين نحطهم بالغطر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي ان شاء الله ان شاء الله محتوانا ده يعجب حبايب قلبنا. احنا تعرفون يعني على الفطرة مثل ما يقولون، احنا هم الشيء حبايب قلبنا ما حدا يزعل منا. وعليكم على قد ما نقدر، على قد ما دعت تطلبون منا شغلات ايش نقدر نسويهن. وبإذن الله ان شاء الله اللي قدام شوي شوي كل شيء يعجب الجميع يا رب. ولا تنسون تفعيل الجرس اهم شيء، وتابعونا الفيديو للاخر. هو يمكن يقولون هالحزة ترجع تكرر الكلام نفسه، معليش مشان حبايب قلبنا يفهمون شغلات اللي تبخن خطوه بخطوه. ان شاء الله ان شاء الله اللي قدام ان شاء الله كل محتوانا يعجب حبايب قلبنا وجمهورنا. ايه حبايب قلبي هين خلصنا، اكيد اكيد ما تشيلن هيك مع الزيت، اكيد على القطر لانه القطر بارد هو حار. دغري نقلب بيه ونشيله على صحن التقديم دغري. يعني هاي اخر قطعه طلعت صغيره. خلصنا هين المشبك.
وريته إن شاء الله ألف صحة وهنا يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.